أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله صدق الله.